من تكوين مختص في ترميم مثل هذه المعالم الأثرية. اتفاق في شأن آخر، اتفاقية شراكة تم توقيعها اليوم بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والمؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، تخص تمويل مشاريع تسويق المنتجات أو مشاريع تسويق المنتجات الصيدية بغية تجديد عتاد الناشطين في القطاع. التوقيع حضرته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية والموارد المائية سيد أحمد فروخي. التغطية لكريمة الأشمت. كثيرا ما اقترن بيع الأسماك بأصحاب الصناديق المتنقلة عبر شوارع وأحياء معظم ولايات الوطن. كان يشري كان يشرح له الثقة كما يقول لك السمك يتورني. وتدعيما لهذا النشاط من جهة وحماية للمواطن والبيئة من جهة أخرى، وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري وقعت اتفاقية شراكة لتمويل مشاريع تسويق المنتجات الصيدية بمقطورات خاصة لبيع الأسماك منتجة على مستوى مركب المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها بجلمة عن طريق جهاز القرض المصغر. احنا نطلبوا منهم يقتربوا من لانجام، القرض راهو بدون فائدة وفيه مرافقة نتاع لانجام، أحسن له يبيعوا في هذه الآلة هذه، وهو القرض 10 ملايين سنتيم. يعني هو أنا نقرب من مختلف مهنيين اللي موجودين في قطاع السيل البحري وتربية المائيات الفرص الموجودة اليوم لتثمين الاستثمارات وتحديث مختلف الأنشطة. المناسبة كانت فرصة أيضا لمنح قروض استفادة لبعض الباعة المتجولين من بين 300 آخرين سيستفيدون من المشروع بعد تجسيده بولايات جالما سكيكدا عنابة والطرف. كنا المتوصي كيعطينا المتوصي ثم زاد عيطونا نتاع لانجام وما هي إلا مساعي من شأنها ترقية وخلق النشاطات في قطاع الصيد البحري من جهة، وإدماج مهني للصيادي ومربي المائيات من جهة أخرى.